مرحبا، مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام معاكم؟ اتمنى من ربنا ان كل حاجه كويسه معاكم. بقول لك يا بص رجليهم يعني ولا ايه؟ خالد ما عادش ضيع وقت. مرحبا، مساء الخير يا حبايب قلبي، كيفك اليوم خالد؟ الحمد لله تمام، وانت اخبارك انت ايه؟ الحمد لله تمام. شو في معك؟ شو جايب اليوم؟ انا جايب لكم كاميرا 8K، انا طلبتها من الامازون امبارح ووصلت النهارده. حلو، بسمع عنها كاميرا منيحه. كاميرا جميله جدا ونظيفه والكواليتي بتاعها عالي جدا. وغير كده وكده تستخدمها تحت الميه لغايه 40 متر، انا اقصد للغطس. دلوقتي هنفتح الكرتون ونشوف الكاميرا مع بعض. هي دي تمن الكاميرا 8K. حلو، شكلها كتير حلو، صغيرة كمان، صغيرة وكويسة جدا. نشوف مع بعض المحتويات بتاع الكاميرا. هي عامة هنا في ألمانيا بيسموها أكشن كاميرا، يعني ممكن تستخدمها على العجلة، ممكن تستخدمها على الموتورات الموتوسيكل، وممكن تستخدم اللي هي الموتوسيكل اللي هو الدراجة البخارية. بسكليت قصدك؟ بسكليت بسكليت قصدك بسكليت بسكليت موت اللي هو الدراجة البخارية. اوكي. وغير كده وكده وانت بتعمل شي سكي يعني الكاميرا دي يعني اللي كل حاجة. وهنا برضك زي ما انتم شايفين برضك هنا تتركب على الهلم اللي هو هاد اللي الخوذة بيقولوا له، ما بعرف بالظبط كده، يعني جميلة وكويسة جدا. وغير كده 8K، يعني أعلى كواليتي موجود لغاية دلوقتي. دلوقتي دي الكاميرا زي ما انتم شايفين، والكاميرا شغالة كمان على الواي فاي وايرلس وعلى الفيلان. تمام، شوف المحتويات هنا اللي موجودة. طبعا جاي مع الكاميرا هنا ده زي البوكت يعني اللي حفظ الكاميرا. ده طبعا شامل اللي هو للاستخدام تحت المية، ده جزء منه. ده البطارية الشحن للشاحن. وعندنا هنا موجود وشغالة كمان على البلوتوث، يعني اون اوف. وهنا الكاميرا يعني تاخد تصور زي ما انت عايز، وهنا لو هتاخد فيديو يعني الكاميرا كمان شغالة على البلوتوث. وده البطارية برضك بتاع البلوتوث، ده ممكن تجيبها من اي مكان، 3 فولت. ودي طبعا اللي هو للتثبيت على ال هيدي القاعدة اللي لإلها بتثبتها مثلا بأي مطرح بدك تحطها فيه، أي مكان يعني تحط عليه مثلا بالعجلة أو أي حاجة. أوكي. زي كده يعني في حاجات شاملة هنا كتير للكاميرا،
وده برضك للتثبيت اللي هو على الخوذة برضك، ده موجودة برضك. يعني في حاجات كتيرة جدا موجودة هنا، وده اللي هو الكابل بتاع الشحن. كل الحاجات دي مش محتاجينها دلوقتي ان احنا نفتحها، وده زي ما قلت يعني تثبت على العجلة وتثبت على الـ على الـ الموتورات اللي هو الموتوسيكل الدراجة البخارية. وده برضو حاجة للتثبيت تاني، حاجة للتثبيت تاني. وده هنا البطارية بالظبط كده، يعني حاجة جميلة جدا. الكاميرا جاي معاه بطاريتين، اتنين بطارية، وبرضو تلاتة كاما سبعة بطارية. يعني حتى بدرجة المنديل بتاع النظافة، ايه. وده برضو كنا حاجات يعني للازق للتثبيتات. دي شاملة دي برضو تكون تحت منها. وهنا زي ما انا قلت برضو كل حاجة موجودة هنا، يعني حاجة جميلة جدا. هذا شكلي راح يجيب مثلك يعني. بصراحة 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 الواحد يستخدمها في كل حاجة في كل مكان. وهنا برضو للتثبيت على العجلة او السيارة او الموتوسيكل. وطبعا ده كل ده الاسكريبشن، يعني كتالوج معلومات الكتالوج المعلومات. يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. وفي الاخر ده بصراحة مش عارف ايه ده. بعدين بنشوفه بالظبط كده. دلوقتي هوريكم ازاي ان الواحد يفتح الكاميرا دي ويشحن البطاريات او يدخل البطارية في الكاميرا. دلوقتي هنا زي ما انتم شايفين هتضغط على دي لفوق، وزي ما بنقول عندنا نرفع دي فوق، ويبقى كده الكاميرا اتفتحت. هتسحب هتتك على الكاميرا خفيف جدا على الجنب اليمين، وهي دي الكاميرا، يعني صغيرة جدا لدرجة انت ما تتخيلهاش. 8 جي هنا تحت. شو نعمل لتثبيت البطارية؟ خلاص تمام، ده الشاحن. والمميزات الكويسة اللي فيه ان هو ان احنا نشحن البطاريتين مع بعض في وقت واحد، سهل جدا. وهنا ده جهاز الكابل بتاع الشحن. وحلاوة جهاز الشحن ده ممكن تشحنه في اي مكان بالباور بانك. باور بانك كمان. بس انه شغلة حلوة تشحن بطاريتين بنفس الوقت. جميل جدا. ودلوقتي هنفتح الكاميرا. هنا الباور باتن، بس للاسف ان احنا ما حطيناش اللي هو الكارت الميموري بتاعه لغايه دلوقتي. بس في حاجات صغيره جدا عايزين نتكلم عليها، اللي هو السيتزنج، اللي هو ان انت تخش على البرنامج بتاع الكاميرا. هنا الفيديو ممكن تخليه 8 كا ثواني عشان نشوف يبقى واضح معاكم. لان هنا 8 كا، 6 كا، 4K 4K، يعني على حسب ما انت عايز تصوره. وبرضو الكاميرا نفس النظام unlimited time. وهنا اللي هو
الاستابيليزيرد يعني انت لو بتصور فيديو او تاخد كاميرا ولا حاجه اللي هزب ما تتهزش معاك او حاجه زي كده. عندل سات يعني. وهنا ممكن تاخد الفيديو اللي لمده 2 دقايق 3 دقايق 5 دقايق unlimited time يعني قد ما بده الواحد. زي ما انت عايز، ممكن ساعة ساعتين زي ما انت عايز. وهنا برضو اللي هو يعني اوف اون، ممكن اللي هو تاخده لمدة ثانية 3 ثواني 4، اللي هو زي ما تقول بنقول عندنا السيلفي بالظبط كده. فدلوقتي كده لغاية دلوقتي هنخلص البرنامج بتاعنا، ولو اي لو اي واحد محتاج مساعدة ان ازاي الكاميرا بنستخدمها او في حاجات متعصبة عليه يا ريت يكتب كومنت بالتعليقات. بالتعليقات، وان شاء الله هحاول ارد عليكم. يلا اشوف وشكم بخير.